أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحمد لله حمدا كما يستحق وكما هو أهله. الحمد لله الذي يعلم عجيج الوحوش في الفلوات ومعاصي العباد في الخلوات واختلاف النيلان في البحار الغامرات وتلاطم الماء بالرياح العاصفات، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المنهج العلوي، المذهب الشيعي على وجه التحديد، يرتكز على ثلاث مرتكزات. هذه المرتكزات جعلت من المذهب صلبا، يعرف كيف يتأقلم مع الظروف في حالة من التأقلم، يعني حالة من الانطواء صح التعبير في المواقع الخطرة وفي الظروف الضاغطة، وكيف يواجه الظالمين ويواجه الحدث العام بشكل عام، وكيف يتعامل داخليا، وكيف يتعامل مع الأعداء ومع الأصدقاء سواء كانوا من المذهب أم غيره. بالتالي لن تجد هناك مذهب يستطيع أن يتأقلم في كل الظروف بشكل متوازن إلا مذهب التشيع، ذلك أنه المرتكز الأول الذي نرتكز عليه كمتشيع وكشيعة وكأتباع لمدرسة محمد وآل محمد، أن المذهب لديه حججة ولديه براهين ولديه أدلة ولديه استنباطات قوية، يعني لا يستطيع الآخر أن يواجهنا مواجهة عقلية ولا أن يواجهنا بالدليل والحكمة. الآخرون دائما يتصيدون على مذهب أهل البيت بالدس وبالكذب، حتى الآن وصلت الأمور إلى أنهم يزيفون بعض الكتب الشيعية حتى يشككون الناس في التشيع. الأدلة التي نمتلكها كوجود شيعي لا يستطيع لا المذهب السني، مع احترامنا للمذهب السني، ولا أي مذهب آخر ولا تفصيلات غير شيعية ممكن أن تأتي بهذا المستوى من الفكر الإسلامي الأصيل وبهذا المستوى الكبير من العطاء. ولا يخفى أنها خرجت أساطين على مستوى العالم كله، ويكفي أنها أنتجت مثل السيد الصدر كمفكر وكإنسان لا يجارى في مستوى السياسة ومستوى الاقتصاد وغيره من المستويات. أن يصدر من المجتمع الشيعي مثل هذه الشخصيات، مثل السيد الخميني قدس الله نفسه الزكية، مثل هؤلاء الكبار الذين يستطيعون أن يؤثرون على العالم ويستطيعون أن يخترقون سياسة العالم المنغلقة، فيوجدون دولة ويوجدون فكر ليست من فراغ. المذهب الشيعي لديه إمكانية فكرية هائلة ولديه طموحات عظيمة، ممكن أن يقتحم العالم كله وممكن أن يقتحم الثقافات الأخرى لأبعد المستويات اللي يتوقعها الواحد. ثانيا، نحن نرتكز في ثوابت معينة. أي مذهب ما عنده ثوابت لا يثبت، مع مرور الوقت يتلاشى، مثل الجماعة الوهابية مع مرور الوقت ما عندهم ثوابت مقنعة للآخرين. نحن نرتكز على ثابتتين خاصتين، أولها القرآن، ثم ولاء واتباع محمد وآل محمد وأهل بيت النبي خاصة من المعصومين الذين أوصى الله تبارك وتعالى بهم وأوصى النبي صلى الله عليه وآله بهم، بحيث أن المرتكزين ضروريين للتشيع. ما أحد يقدر يقول بأن أنا شيعي لكن لا أعترف بالقرآن وإن كان يعتقد بأهل البيت، ولا يستطيع أحد أن يقول أنا أعترف بأهل البيت ما أعترف بالقرآن، لا يستطيع أن يستغني عن أحدهم ولا يستطيع أن يشكك في القرآن على أي نحو من الأنحاء، لأن الله تبارك وتعالى جعل القرآن ثابتا من الثوابت التي نعتمد عليها، وكل ما لدينا من عقيدة ينبغي أن تكون في القرآن. حتى في مناسبة اليوم، الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه عمره 9 سنوات،
ويجون يشككون بقية الفرق، كيف تقبلون إنسان عمره 9 سنوات بعد صبي صغير؟ لما نرجع إلى القاعدة القرآنية، هل أنه نعتمد العمر كحجية وكدليل على أن هذا هو ولي الله الأعظم؟ راح تشوف في القرآن محاكاة لعيسى وآتيناه الحكمة صبيا، ستجد أن مسألة الصبا ليست هي الميزان. إذن وين الميزان؟ الميزان في العلم، لدينا أئمة يتفجر العلم تحت أقدامهم، ولذلك أنت أمام ولي الله الأعظم، هو صغير هو كبير، المسألة في العلم والإحاطة العلمية. كيف تعتقد في أهل البيت؟ احنا نعتقد في أهل البيت أنهم مسددون من قبل الله تبارك وتعالى، وأن الله يسددهم، وأن الله يثبتهم، وأن الله يضرب بأهل البيت أعداء أهل البيت. لكن من يعتقد بأهل البيت لابد له أن يعتقد بعصمة أهل البيت، هذه واحدة. الثانية أن يعتقد بأحقية أهل البيت في المودة والحب والولاء والاتباع، هذه ثابتة ثانية. الركيزة الثالثة التي يعتمد عليها مذهب أهل البيت هي مسألة الحضور الجماهيري مع أهل البيت. شلون الحضور الجماهيري؟ الحضور الجماهيري لما يصير عندنا 10 محرم، شو يصير؟ يصير حالة استنفار واستعداد جماهيرية. وشنو اللي يصير من الجهة الأخرى؟ أن الإمام الحسين يعود من جديد، وأن ثورة الإمام الحسين تعود من جديد، وأن دماء الحسين تغلي من جديد، وأن كربلاء تتجدد، وأن الجماهير تعاود الاتصال بالإمام الحسين وتعاود البيعة للإمام الحسين. وهذا أخطر ما في المذهب من حيث الامتداد الجماهيري، لا من حيث الثوابت. ثوابت القرآن واتباع أهل البيت والاعتراف بأهل البيت، لكن الحضور الجماهيري ما موجود عند بقية المذاهب. جماعة الوهابية حتى على مستوى زيارة القبور شككوا فيها، فحرمه الله تبارك وتعالى تلك الرحمة. على مستوى النبي صلى الله عليه وآله شككوا حتى في قبره بداخل المسجد، وأرادوا أن يقتنعوا قبر النبي صلى الله عليه وآله من داخل المسجد. إحنا لا، إحنا المسألة يعني كأنما هي مسددة من قبل الله تبارك وتعالى، أن الله تبارك وتعالى جعلنا مهيئين لأهل البيت بحيث أنه لا يمكن أن ننفك عن أهل البيت والارتباط عن أهل البيت. حتى المناسبات حولناها إلى حالة من الاتصال. اليوم وفاة الإمام الهادي طلعت الناس كلها على مستوى العزاء وعلى مستوى القراءة وعلى مستوى التجمع وعلى مستوى الذكر وعلى مستوى رثاء الإمام وعلى مستوى أكبر استحضار شخصية الإمام صلوات الله وسلامه عليه للجماهير، هذه واحدة. الثانية حضور الجماهير لتجدد البيعة للإمام ولتقف مع الإمام ولتناصر الإمام ولتعيد ذكر الإمام وأحياء الإمام. ولذلك من نفس النسق أن هذه القوة المذهبية وهذه القوة العقدية، يعني هذه القوة العقائدية من وين جت؟ جاءت من الله تبارك وتعالى، بحيث جعل مذهب أهل البيت مذهب متين ومسدد ومؤيد، وهذا المذهب يقهر الأعداء. الأعداء أعداء أهل البيت يبحثون في ثغرات معينة على أساس أن يسقطون مذهبك ويسقطون فكرك ويسقطون توجهك. تطلع إلينا في الفترة الأخيرة مقالات من هنا وهناك على أن المنهجية الشيعية جعلت من الحضور ومن الناس يعيشون حالة التلبد ويعيشون حالة الانطواء، وأنه ليس في فكرنا إلا أن نموت أو نستشهد من أجل أن يحيى الآخرون، من أجل أنه إحنا فقط، يعني حالة من الفوضى التي نعيشها. وهذه مسألة عجيبة غريبة، يعني إذا كانوا شهداءنا على مر التاريخ يعتبرون حالة من الفوضى، إذا كانت الثورات الشيعية كلها تعتبر حالة من الفوضى، فهذه مصيبة. المدعى أن الوجود الشيعي يمتلك خطاب ركيك
وهذا الخطاب الركيك لما أن توجه للناس خلق في قلوبهم حالة من التقاعس، وخلق في قلوبهم حالة من الخمول، خصوصا أنه حول قضية الإمام الحسين من ثورة في كل زمن إلى حالة من المواجهة الزمنية القديمة. إجوا بعد الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، وجعلوا من قضية الإمام الحجة على أنها بدل أن تكون ثورة مستمرة وانتظار حقيقي، صارت المسألة عكسية تماما، بحيث أن اللازم الشرعي يعني الواجب الشرعي على كل شيعي أن ينتظر الإمام. وإذا ينتظر الإمام بهذا المفهوم شو يصير؟ يصير على أنه كل شيعي ينبغي أن لا يحرك ساكن، وأن لا يحتاج، وأن لا يقاوم، وأن لا وأن لا وأن لا، وهكذا. فيصير بحالة من التخدير، يعني استخدم قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لتخدير الطائفة إلى أبعد الحدود. وهذا الإشكال في حالته العامة قد يكون يعني يمر سريعا على الواحد، لكن إذا دققت يعني حالة من التوقف مع هذا الإشكال، الوجود الشيعي لم يكن دائما في خطاباته خطابات ركيكة واستجزائية وحالة من الخنوع والتذلل للأطراف التي تواجه المجتمع الشيعي، ما كان هكذا. وإنما الخطاب الشيعي انقسم إلى قسمين: خطاب ركيك يبحث عن نتائج من دون حراك ومن دون تضحيات، هذا خطاب موجود سواء كان في يعني في الزمن القديم أو كان في الزمن الحاضر الموجود. أكو ركة معينة موجودة في الخطاب، وأكو هناك نفس ميت إن صح التعبير، وأكو هناك نفسية ميتة ومتضعضعة ونفسية منهزمة من الداخل تحاول أن تصدر هذا الانهزام إلى الآخرين، وتحاول أن تجعل لها موقع بحيث أن تسوق الوجود الشيعي نحو الانهزام، هذا موجود. لكن بيننا وبين الله، هل كان الحسين سلام الله عليه ممن يحملون الخطابات الركيكة التي تدفع بالمجتمع إلى أحضان بني أمية؟ هل كانت المفاهيم التي يبثها الإمام الصادق والإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليهما كانت خطابات وعلم ركيك تدفع بالمجتمع في أحضان الظالمين وبني أمية وبني العباس؟ أكو فاصل ينبغي أن نشير إليه، فاصل جدا مهم، وهو أنه أي إنسان يريد أن يتخذ الوسائل، خلنا نسميها وسائل مسلمية، وسائل حتى منبطحة، وسائل ركيكة ومواجهة لفظية، وخلينا نقول أنه أيضا منسلحة ومنبطحة مع الظالم، ينبغي أن يتذكر شيء، وهو أنه لا يحق له بحال من الأحوال أن ينصهر في مشروع الظالم. يعني الفرق الحقيقي، إذا أردت أن تفصل، قد يقول لك واحد بأنه الإمام الرضا سلام الله عليه كان يعني مسالما مع السلطة، الإمام الحسين كان مواجها للسلطة، الإمام الحسن سلام الله عليه كان مسالما إلى درجة معينة. هذه هي الصورة العامة، أنا ما أخوض في التفاصيل باعتبار ماكو وقت، لكن الكلام هل انصهر الإمام الحسن في مشروع معاوية؟ من صار؟ يعني لا تتخذ الفروقات الموجودة الزمنية والتاريخية ومواقف الأئمة والاختلاف في مواقف الأئمة إلى وسيلة وذريعة حتى أنت تكون يد ضاربة للظالمين على المظلومين بحجة أنت تمثل الإمام الحسن. هذا الكلام مغلوط، الكلام ليس بصحيح. إذا كنت أنا لا أريد أن أكون مع الثورة، خلي أقعد في البيت، قناعتي أنه أنا ما أكون مع الثورة، لا بأس أقعد في البيت. لكن أن تكون مع الظالم وأنت تقول ويا علي بن أبي طالب، وأنت تقول ويا الحسين، وأنت تقول ويا كربلاء، وأنت تقول ويا الإمام الحجة سلام الله عليه، وأنت تقول، هذا كلام ما يصير، هذا كلام فيه لغط. الذين فهموا هذه المعادلة تماما وفهمناها منهم أمثال السيد الإمام الخميني قدس الله نفسه وسلم،
الذي استطاع أن يبحث في الموروث التاريخي والزمني للطائفة بكلها ويقتلع جذور الانبطاح كله، وبدأ يخاطب العقل المستنير أننا لا ينبغي أن تكون خطاباتنا خطاب ضد القرآن. شلون ضد القرآن؟ لأنه أنت إذا يوم من الأيام جيت وحطيت عندك نوع من البنج المركز في كل النفوس وزرعت فيها الخوار، أولا يخالف القرآن بأن القرآن يدعونا لمواجهة الظل بأي مستوى من المستويات؟ يعني أنت ما لازم قتال مع الظل، لكن في النهاية أكو رافض لمشروع الظل. لكن إذا جبتني أنا إلا أن أوقع لمشروع الظالم، تعال وقع ثم وقع، وأؤسس بنيان سيء ينهار علي وعلى أحفادي وعلى مستقبل أولادي ومستقبل البلد بكله، هذا التأسيس خاطئ وهذا البنيان خاطئ. أنا إذا ما أريد أكون مع الثورة لا أكون ضد الثورة، أنا إن لم أكن من المقتنعين بالتغيير لا أكون ممن يقتلون ويخنقون التغيير. أن تكون لدينا شهداء، يعني الوجود الشيعي وجود حماسي إلى أبعد الحدود. شلون حماسي؟ يعني منذ أن اضطهد أمير المؤمنين، ما أريد استعراض تفصيلي، لكن من اضطهد أمير المؤمنين احتج مجموع من الشيعة ولا لا؟ وسموا بالمرتدين وقتلوهم، وصار القتل والتشريد يعني سمة إلى التشيع، وصار الطرف الآخر يفتك بهم. الآن هدأهم، هدأت الثورات، النفس الشيعي نفس متجدد، النفس الشيعي نفس ثوري من الداخل. في عهد الإمام الحسن سلام الله عليه انكسرت قوائم الجيش، لكن يعني تتصور الإمام الحسن سلام الله عليه فرض سلم معين، وإلا أنهم توصل الأمور، يعني لو لم يقبل معاوية بالسلم لكانت الأمور على أنه يستشهد الإمام سلام الله عليه. مع ذلك كانت هناك ثورات شيعية في عهد معاوية ولا لا؟ توقفت؟ أنا أسأل، أنه توقفت وما توقفت؟ في عهد الإمام الحسين الثورة الكبرى في الإسلام كله بل في الإنسانية، بعد مقتل الإمام الحسين توقفت الثورات؟ ما توقفت الثورات، أكثر من 10 ثورات في بضع سنوات بسيطة، من ضمنها ثورة المختار، من ضمنها ثورة زيد الشهيد، من ضمنها وهكذا. ما توقفوا الشيعة ليش؟ لأنهم يعيشون أنفاس القرآن، من أن حالة الاضطهاد التي نعانيها تقتضي أن نتحرك قرآنيا لندفع على أنفسنا. إحنا ما نقوم على أساس أن نسبب إرباك في المجتمع وفي يعني المجتمع الإنساني، لا، لكن إذا إلينا حق والطرف الآخر لا يريد أن يعطينا حقنا، وإما أن ننام، يعني هاي مسألة الآن الدوار اللي صارت والحراك اللي صار، لو ما صار كله تعرف أنه شنو يصير من خلال التجنيس؟ يعني بين عشية وضحاها سنة سنتين هالشكل، وإذا بالتجنيس طلعونا من بيوتنا كلنا وفلتونا بالبحار. يعني أنت أمام موقف خطر، أمام مسؤولية جسيمة، أمام معترك حقيقي في بقائك ووجودك أو عدم وجود. أن بلدك هالشكل تباع بهذه الصورة من خلال التجنيس، ينبغي عليك أن تتحرك. إن لم نتحرك في ذلك الوقت والله راح يكون يعني نسام سوما رخيصا، ونطلع من إحنا وأولادنا بعدين ليس لنا حجة أن نقف شامخين الهامات وأن نقول نحن رجال وفعلا دافعنا عن بلدنا ودافعنا عن أولادنا ودافعنا عن أجيالنا القادمة، لكننا وقفنا. والمسألة أنها تحتاج إلى تضحية، فعندك جماعات كثيرة وثورات كثيرة حتى في عهد الإمام الصادق، وصير ثورة زيد، وحتى في بقية يعني حياة الأئمة صارت ثورات وما توقفت، والدم الشيعي هو الذي كان يتكلم طوال هذا المد الزمني بأن احنا موجودين وأن احنا نقدم ونضحي. لا نضحي على أساس نقول أنه تعالوا يا آخرين تعيشوا، نضحي لأنها مسؤولية شرعية. في جماعات كثيرة إلى اليوم أكو مجاهدين. أنا أذكر قصة من القصص، التقيت بواحد كان في الحرب الإيرانية العراقية ذاك الوقت لما كنا ندرس في
القوم المقدسه، فشفت جرح في رقبته. قلت له انا طول الايام اللي سكنت وياك في هذا المبنى سؤالي في خاطري شنو هالجرح اللي في رقبتك؟ قال انا ممن لا يستحقون الشهاده، يا ليت كنت استحق الشهاده، لانه لما صرت في المعركه في الصفوف الاماميه وصلت رصاصه واخترقت مني، يعني ما وصلت الى عمق الرقبه، صارت على الطرف وبقيت حي. لو انا استحق الشهاده لكنت في قافله الشهداء ولبارك الله في عطائي. شوف الانسان الذي يعيش مع الله تبارك وتعالى، اكو ناس لديهم من الصلابه والقوه ما لا نمتلكها احنا، حتى لو كانوا رجال دين، حتى لو كانوا معممين، حتى المساله انه واقع عملي هكذا. يعني يصير وقعه وتصير مظاهره في الميدانات والناس كلها يطلعوا من الشارع ويجوا مسيلات الدموع ومعذورين وطلعوا كلهم الى بيوتهم، يوقف واحد لابس بطره ويصير مسيلات الدموع من كل جهه وما يرضى يتحرك والاسلحه كلها موجهه عليه، ضرب واحد يروح يموت. شنو هالقوه الموجوده عنده؟ وشنو هذه القوه الايمانيه الصلبه اللي يقول انا على مبدئي ما اتحرك، انا حق الدستوري ان اتظاهر، شو عندكم انتم؟ تقتلون اقتلوني، انا ما اتحرك من هذا المكان. انت عندك واحد بهالمستوى من القوه، انت عندك واحد بمستوى من هالصلابه، يعني ما ننسى هؤلاء شهدائنا اختارهم الله، يمكن اختار واحد في بيته وهو قاعد في البيت ما طلع يواجه، لكن الله تبارك وتعالى لأسباب سيل دموع غيرها هالشكل، وإذا هو في البيت يختاره الله شهيد. ليش؟ أكو امتيازات خاصة. تعرف أنه الإمام الصادق سلام الله عليه يقول الآن أنتم لما يجون لصلاة الجماعة ويصيرون 10 أشخاص لا يعلم ثواب صلاتهم إلا الله، الملائكة خلاص ترفع يدها، إحنا ما نقدر نحيط بالثواب لهؤلاء وهي صلاة جماعة، فما بالك بالشهادة؟ أنت تعطي الله تبارك وتعالى 100 فلس تنحسب إليك 10، تعطي من عملك حسنة الله يضاعفها 10، لكن الحساب ويا الدماء والشهادة غير، كلش غير. لأن الإمام الصادق يقول قطرة واحدة من دماء شيء أول ما يصاب الشهيد، فتنزف منا قطرة واحدة يتفجر الدم، ما ينحسب تفجر الدم، لا، يحسبون أول قطرة نزلت من الشهيد كل ذنوبه تسقط، تحد كل ذنوبه، الآن مهيئ. بعد لا تسأل شنو مقام الدماء التي سفكت؟ قد يقول أنت يمكن ما طلع من ندى، الله تبارك وتعالى أول نفس من أنفاسه في الشهادة يحسب عن قطرة دم وتسقط هالذنوب ويكون في عداد الملائكة وأرفع من الملائكة. تعرف أن يوم القيامة يقف الملائكة متحيرين متعجبين من منازل الشهداء والصديقين، وإذا كان بها الصورة قد يكون مؤلم فقد الشهيد صحيح، وكل ما الأم شافت موقع الشهيد، حجرته، الكرسي اللي يقعد عليه، مكانه، شيء يذكره يتألم ويحق له أن يتألم، لكن ثق بأن الله تبارك وتعالى يعوضك عن كل ألم وكل نفس لمهموم في مسألة. بل قد تكون الأم، خصوصا الأم والأب، يوصلون إلى مراتب الشهداء من دون أن يستشهدون، لأنهم صبروا في مواقع الصبر لمستوى الشهادة. ولذلك الحديث أنه الله تبارك وتعالى يضع أناس في غرفات في غرف الشهداء ويجون يقولون مو شهداء، لا، هاي إليهم مرتبة من مراتب الشهداء، إليهم مقام من مقام الشهداء. أنت أعطيت الله تبارك وتعالى، ما أعطيت قضية، خلي القضية في جانب والاعتبارات السياسية كلها في جانب، أنت تتعامل مع الله، وإذا أعطيت الله تبارك وتعالى الله ما راح يعطيك نفس ما أعطيته. يعني أنا لو رحت إلى واحد وأعطيته دينار شلون يرجعها لي؟ يرجعها دينار، يمكن يرجعها 10، يمكن 20، ويمكن يتفضل علي. أما مع الله مو هالشكل،
أعطيت الله تبارك وتعالى بنية خالصة، شهيد يعطيك الله خير الدنيا والآخرة. شنو خير الدنيا؟ السيد الإمام، حتى بعد ما أطلع عليك كثير من هذا، السيد الإمام يقول أنه يوم من الأيام أراد أن يؤبن الشهداء، واجتمعوا أهل الشهداء. سيد الإمام الخميني اللي أنا أتشرف أن أقول سيدي، وقل ما أقول يا سيدي، لكن السيد الخميني أقول له أنت سيدي. هذا لما قعدوا يا عوائل الشهداء نزل رأسه، وظل فترة ما يتكلم، الناس تنظر إليه، إلى أن بكى شوية، رفع رأسه، كان يحمل منديل بالشكل ينشف دموعه. فلما نظر إلى وجوههم قال والله إني خجل مما قدمته. أنتوا اللي قدمتونه يخليني أنا خجل. أنا شنو قدمت؟ شنو أعطيت؟ أنتوا أعطيتوا أولادكم، فلذت أكبادكم. إذا كانت الشهادة من أجل شرف، إذا كانت الشهادة من أجل وجود، إذا كانت الشهادة من أجل أن يبقى الحسين، إذا كانت الشهادة من أجل أن تبقى زينة، إذا كانت الشهادة من أجل أن تبقى هوية التشيع، فهذه ليست شهادة من ضمن بقية الشهادات، لا، هذه شهادة بمستوى أرفع، وعطاء بمستوى أرفع، وحالة من الإطمئنان بأن كل الشهداء الذين قدمناهم لأنهم يدافعون عن مذهب أهل البيت وبقاء هوية أهل البيت يجعلنا في غاية ولذلك شوف أنه الفقهاء ما واحد منهم يشكك في شهداء أبدا، ولا واحد من المؤمنين يعرف قيمة ما نقدم اليوم يشكك في الشهادة، لا، هؤلاء شهداء، هؤلاء نفتخر بهم، هؤلاء ننحني لهم ونقدم كل ما لدينا من أجلهم، وهؤلاء نقبل أقدامهم لأنهم فعلا تاج الرأس، وهم الذين تحملوا المسؤولية نيابة عنا، احنا ما قدمنا شيء، هم الذين قدموا، وهم الذين أعطوا، وهم الذين بذلوا. لذلك احنا ما دام أن الله تبارك وتعالى تقبلهم منا إن شاء الله، فهذا يخلينا أيضا ننحني إجلالا للأب الذي قدم شهيد. وإذا يوم من الأيام مر عليك في أي موقع تراه، في أي موقع تراه هذا الأب قدم شهيد، يعني إليه جميل عليك وعلي، وهو تاج أيضا لأنه قدم ابنه. وديك الأم بعد خلي تطمئن، يمسح الله بيده على قلبها ويصبرها على فراق ولده، وإذا تذكرت يوم من الأيام أن ولدها شهيد وغايب خلي تتذكر أيضا أنه مع الحسين وأنه مع الشهداء، ويكفيها فخرا أن تقدم وتقول أنه يا ليتنا كنا معكم. أنت قدمت هذا الولد وراح إلى الإمام الحسين، لو بقى وعمر ما عمر وليروح ما تدري، لكن أنت الآن مطمئنة أنه في كفالة فاطمة الزهراء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.